من أبناء الخليج الحاضرين في ميدان المرموم ومن كافة ميادين الدولة المشاركين في الصعود لأول اشتراك في هذا اليوم بهذه المشاركة الفعالة والجميلة. التواصل مستمر وأشواطنا تتوالى شوطا تلو الآخر في صباحي هذا اليوم، وهذه شاشة دبي ريسنج مع مخرجنا الذي يتابع في هذا النقل الحي والمباشر لمشاهدي هذه الشاشة في النقل الحي والمباشر من ميدان المرموم. الشوط السادس عشر أعلنت انطلاقته بهذه الأعداد الهائلة وبهذه الشعارات الجميلة والشيقة التي توافدت على هذا الميدان اليوم بهذا الانطلاق بهذا المحفل الكبير والتحديات. نسير مع هذا الشوط وهو الخاص بالجعدان الحقائق، نشوف المركز الأول اللي انطلق من البداية واندفع بالمركز الأول، هذا مشوش سالم بن سعيد بن عمان المهيري يتقدم، شعاره معروف بسعيد كذلك. بينما المركز الثاني يتواجد في المركز الثاني معزم فهد بن طحنون بن فهد الهاجري يتقدم على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث الواصل حربي بن محمد بن يزرب العامري يتقدم على المركز الثالث. بينما المركز الرابع هذا اللي وصل شاهين لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي يتقدم. بينما تقدم في هذه اللحظات المركز الخامس الأسد لسليم بالحزمي بن قناص العامري يتقدم. بينما المركز السادس من وصل فيه شاهين لراشد بن مسعود الهاشمي يتقدم. بينما المركز السابع وصل في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع بنشوف شعار بن خيرات هناك مع هذا الانطلاق وليف لحمد بسهيل بن خيرات العامري. والمركز الثامن وصل شاهين لخادم بن سالم بن علي العويسي، ركز يا ابو سالم في مسار الشوط. بينما المركز التاسع كم يا رعم صيحة، هذا هو 42 اللي وصل اللي هو نبه لمحمد بن ناصر بن حميد الهاشمي. والمركز العاشر هذا هو لحمد بن راشد بالعامري الاكتبي. هذه الانطلاقة وهو حايلتك، هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحديات. نعود مع المراكز الأولى ونعود مع بن عمان المهيري اللي مسيطر على مقدمة الشوط ومقدم مشوش سالم بسعيد بن عمان المهيري، ولكن الوصول من المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله. هذا شاهين خادم سالم العويسي مقدم شاهين سلالة شاهينية. الله أشكرك يا أبو سالم على هذه المشاركة وهذه الانطلاقات الجميلة، يا سلام. ولكن التحديات واردة، الانطلاقات الجماعة قادمون رافعين شعار نحن قادمون. شاهين لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي على المركز الثالث والمركز الرابع. شوف اللي وصل رقم واحد، يا سلام جزيل اللي هو تعود ملكية محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. يلا صدرت الأوامر والأمتار الأخيرة والتحديات وصاحت العصا، نعم. ولكن بن عمان ما حرك عصاه ولا حرك آلية على المركز الأول. يا سلام هذا هو اللي مسيطر من البداية مشوش سالم سعيد بن عمان المهيري على المركز الأول. المركز الثاني جزيل بالكيلة محمد بن سعيد بالكيلة العامري على المركز الثاني. والمركز الثالث 24 شوفه اللي وصل وتدخل في هذه اللحظات. يا سلام ولكن عودة، الله
اللي وصلنا الرسمي 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 لأحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي ينطلق خلاص ينفرد في الأمتار الأخيرة. أتانا من خلف الأرقام سلام لها يا رأس الخيمة سلام الرسمي لأحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي تهانينا والناموس وسلاماتنا لها يا رأس الخيمة. المركز الثاني مشوش لسالم سعيد بن عمان. المركز الثالث المركز الثالث اللي وصل فيه لناصر بن بطحان بن قران المنصوري. المركز الرابع نشوف 38 هذا هو تعود ملكيته لعبد الله بالطير بن سهيل العامري مخلاب. بينما المركز الخامس هكذا النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في الأمتار الأخيرة الرسمي اللي انطلق بجداره 4 دقائق 40 ثانية 5 أجزاء من الثانية هذا توقيت الرسمي. تهانينا لمالك أحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي وسلام لأهالي رأس الخيمة سلام على هذا الأداء الجميل. 4 دقائق و42 ثانية جزء واحد من الثانية من حلة في المركز الثاني اللي هو مشوش لسالم سعيد بن عمان المهيري. والمركز الثالث نشوفه على شاشة التلفزيون 4 دقائق 43 ثانية 3 أجزاء من الثانية اللي أتى في المركز الثالث اللي هو نايد لمالك ناصر بن بطحان بن قران المنصوري. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى.